الضمانات هي البحث الشامل الدقيق. هذه هي الضمانات. كما قال السيد العميل، نحن في دورة الحق والقانون. على اين الى سبحانه الاخوه الله يجزيكم خير، الى سمحتوا لي كتعقيب على المداخله ديالكم، حنا اولا تشكركم لان حضرتوا لينا هنايا، لان هذه المسؤوليه تقع على عاتق القانون وعلى عاتق المسؤولين ديال القانون. على اين حنايا ما عندناش المشكل مع القانون، عندنا المشكل مع تطبيق القانون، الا وهو اليوم ماشي اول جريمه ولا اخر جريمه اللي وقعت. الجرائم وقعوا هنا بالريف، وقعت ديك الجريمه ديال المقتل. على عين حنا هذه الجريمه هذه ماشي اولا الاولى والاخيره اللي وقعت هنا في المنطقه ديال الريف وخصوصا اقليم الحسيمه. ماتوا الاخوان 5 شهداء تم تعذيبهم ورميهم في الباك الشعبي. انا اليوم اللي كنتكلم معكم خدمت اجون سيكوريتي وعرفت القانون كيف كيتمشى في البنوك. الحجه اللي جدوا لنا بالقانون وهي انه كاميرات ما كاينينش. ويعقل انه الباك الشعبي اللي فيه الاموال ديال عباد الله ما كتواجد فيه كاميرا؟ هذه من جهه. الجهه الثانيه الذرائع اللي جبتوا لنا وهي لا صحه لها وما كايناش قانونيه. اليوم مازال ما شفناش انه كاين شي تطبيق القانون على الناس اللي يدعون انهم يمثلون القانون. اعطيك مثال حي، انه هاد الاخوان دابا اللي ماتوا في لابون المسطره ديالهم وقفات القانون ما بقاش كيبان ما هادشي. علاش؟ لان المتورطين والمتهمين والتي اشيرت اليهم اتبع الاتهام هما الناس ديال رجال الامن. واش تفتح تحقيق مع رجال الامن؟ انا ما شفتش، لانه كانت لجنه اللي تبعت هذا اكدت لكذا مره على انه ما كاين لا تحقيق مع رجال الامن ولا هم يحزنوا. على عين قول لي ضمانات هو القانون. انا لا ارى ان القانون ضمانات. القانون فعلا موجود، حنا ما قلناش وان الجاني يعاقب بكذا وكذا فعلا، ولكن واش كاين شي تطبيق ديال القانون؟ اعطيونا ضمانات من موسى باش نعرفوا انه حنايا فعلا في دوله الحق والقانون، ماشي في الدوله ديال باك صاحبي ولا فلان ولا فلان ولا فلان. حنايا ماشي لاعبين كرة التطبيقات، حنايا كنصوا كلمة ديالنا اللي وصوني عليها المواطن يتحمل فيها مسؤوليتي. لهذا السيد الوكيل المحترم الله يجازيك بخير، هذا دير راسك على انه الابن ديالك. راه والله العلي العظيم ثم بالله انا هذا لا ارتبط بدون به لا علاقة ولا صداقة ولا مهزلة، ولكن خبر الوالدة ديالي شفت العيون ديالها لان الطفل قال واحد الموت شفتها كتبكي ملي قلت لها علاش؟ قالت لي واحد الولد توفى. علاش توفى؟ لان هاد السيد هذا جا يجيب واحد الحد. انا متفق مع هاد السيد الى اخترق القانون عاقبوا، ما كنقولوش لا، ولكن ماشي بهذه الطريقه. سيد سيدي لا الاخر لا الحد هذا رجع يعني ما احتاروش القانون، كان من الضروري خليها سيدي شبعوا 7 بيوت يبدا فينا المسطره القانونيه ويمشيو البوليس يجيبوا يعتقلوه ونقسموا هاد السيد يقدموه للسيد الوكيل المحترم ويشوف ديك 9 مسطره القانونيه يتبعوا. اما السيد هذا غيجيبوا الكاميون الحشاك ديال الزبل والسيد غيلوحوا فيه الحد، شنو هو الدور ديال الشركه اللي كتبقى قايمه في الاعمال ديال المرصاصه؟ شنو هي؟ لهذا المندوب اليوم شنو هو الدور ديالو تما؟ واش دابا حنا في الدوله ديال سيتو الو راه فلان سيل عنده الف؟ لا، حنا في الدوله الا كنهضروا على دوله الحق والقانون يجب تطبيق القانون على اي كان وخا يكون اللي بغا يكون. علاش؟ لاننا كنعرفوا القانون ان المواطنين سواسيه.